نروح لكابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الفل. صباح الخير استاذ رجائي، وعليك وعلى كل مستمعينك وعلى كل مشاهدينك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا يعني جمهور النادي الاهلي عنده كده ايه تخوف من الحكام اللي تم تعيينهم لاداره مباراه الذهاب والعوده في نهائي امام الوداد المغربي. احنا عندنا معتز ابراهيم الليبي ده في الذهاب، وفي الاياب الاثيوبي طبعا سينيا. الو انا حضرتك سامعني؟ انا سامعك كويس يا فندم. تطمنا بايه يا كابتن جاي؟ بص يا استاذ رجائي، هو الماتش الاولاني في مصر معتز الشلماني ده حكم ليبي صاعد واعد من 2019 وحكم دولي وماشي بصوره مميزه جدا من حكام الصفوه حاليا في الاتحاد الافريقي اللي بيجهزوهم عشان يبقوا حكام الصف الاول في الاتحاد الافريقي بتاع التغيير الاتحاد الافريقي للصف الاول بكامله. وده معلوش مشكله يعني يا كابتن جهاد؟ لا ماشي كويس، وحكم بنقول دايما في التحكيم ده جعان تحكيم، بيحكمه حكم صغير عايز يعمل اسمه عايز يشتغل كويس. الراجل ده ماشي بصوره محترمه جدا، حكم مباريات مهمه جدا الفتره اللي فاتت، منهم الزمالك وشباب بلوزداد، منهم الاهلي والرجاء ماتش العوده بدور الثمانيه، منهم بيراميدز والجيش الملكي 2-2 في الكونفدراليه الافريقيه، فعمل ماتشات دربيات عربيه بصوره محترمه. ما كانش عليه اي علامات استفهام؟ ما فيش اي نادي اشتكاه او اي حاجه حصلت خالص؟ هو ماشي بصوره كويسه جدا اهلته ان هو يبقى مرشح للمباراه النهائيه. في ماتشات عملها في تصفيات امم افريقيا، كينيا وجزر القمر وغينيا وغينيا بيساو، عملوا ماتشات بصوره كويسه. هو ماشي بصوره محترمه جدا تحكيميا، ومعاه طاق ليبي تونسي، عطيه ليبي ده المساعد الاول، ده راجل من الخبرات اللي موجوده في الاتحاد الافريقي. والمساعد الثاني التونسي خليل حساني، برده من الحكام المساعدين اللي برده موجودين في البطولات الكبيره طول الوقت. فبتتكلم على طقم تحكيم كامل ده في مباراه الذهاب. الذهاب ومع هيثم قعد كحكم فار ومصطفى غربال وحكم مساعد كاميروني في الفار، بتتكلم على طقم تحكيم تم اختياره بعنايه عشان مباراه كابتن جهاد. ما اعتقدش ان الاهلي وجمهور الاهلي في عنده مشكله بطقم التحكيم بتاع الماتش الاولاني، لكن بنتكلم خالص احنا كل الناس عايزين على يعني ماتش الاياب بقى يعني نتكلم على مملكه سيما بقى في ماتش الاياب. أيوة. الحكم الاثيوبي، انا هتكلم بمنتهى الامانه، الراجل ده انا عشت معاه ولعبت معاه بطولات افريقيا وعارفه بصفه شخصيه. حكم يتسم بالنزاهه، حكم يتسم بالنزاهه حكم فير لاقصى درجه، ممكن يخطا زي اي حكم في العالم ممكن يخطئ، لكن ما عندوش غرض، حكم طول الوقت فير. يمكن كان في مشكله قبل كده معاه هو في نهائي الكونفدراليه الافريقيه لما الزمالك كان بيلاعب فريق من المغرب ورئيس الاتحاد المغربي عمل معاه مشكله بعد المباراه واشتكى، وكان في مشكله مع رئيس الاتحاد المغربي فتره وبعد كده تنازل عن الشكوى، لكن في الاخر الراجل لم يتاثر بضغوط رئيس الاتحاد او ضغوط جامعه مغربيه او 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 الراجل طول الوقت بيشتغل فيه. بس انت اعتقد النادي الاهلي، وصحح لي كابتن جهاد لو انا يعني ناسي، اعتقد النادي الاهلي قدم فيه قبل كده شكوى. كان نفس الماتش، كان وداد والاهلي، الاهلي وداد برضه نهائي دوري ابطال افريقيا على ما اتذكر، كان بملك لعب 9 ماتشات الاهلي، فاز في الاهلي فيها 3، يعني بجيب لك ارقام معايا، وخسر الاهلي فيها 4 وتعادل ماتشين. نهائي 2017 يا كابتن. لعب نهائي لافريقيا مرتين مع الاهلي، مع الترجي 2016 2016 وبالوداد مع الوداد 2017. ما ده يخلينا نسال سؤال يا كابتن جهاد. الشكوى دي اتفضل. لا اتفضل، لا اتفضل، ده حاجه مهمه. هو يعني ده يعني يعتبر ثاني نهائي يديره للنادي الاهلي امام الوداد. هو زي ما قلت لك الزمالك حقق معاه النهائي امام نهضه بركان، الواقعه الشهيره بتاع فوزي لقشع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي اللي هو كان رئيس ساعتها برضه نادي نهضه بركان، وكان طبعا يومها بملك عمل ماتش كويس جدا والزمالك كسب البطوله هنا في القاهره، ونزل كان معترض عليه وهاجمه بشده يعني في الفتره ديت، وكانت في مشكله كبيره حصلت بينه وبين رئيس الاتحاد المغربي في الوقت ده. احنا بنتكلم ان هو الراجل، انا بقول لحضرتك فير لاقصى درجه، الراجل اللي بيشوفه بيحسبه، وارد يخطا وارد يخطئ عادي جدا، لكن التخوف اللي عند الاهلي ان هو الماتش اللي كان فيه مشكله او اللي هو كان الاهلي اشتكى فيه هو كان ماتش الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. والماتش بيتكرر تاني، والماتش المره دي في المغرب والمره اللي فاتت في المغرب برضه. ما عشان كده كل جمهور الاهلي هو بيتكلم ربطوها بكده. تمام. اتفضل. ما عشان كده كابتن الجمهور الاهلي اللي بيتساءل، يعني هل الاتحاد الافريقي
مش لاقي الا الحكم ده علشان يعينه في النهائي؟ هو بص، هو دلوقتي هو المعايير اللي الاتحاد الافريقي حطها، لقى المعيار الحكم دوت يعني هو المعيار الاساسي للاختياره. لكن انا كنت اتمنى بصفه شخصيه ان يبقى بملك موجود في القاهره ومعتز الشلمان اللي موجود في المغرب، او اي حكم تاني يا كابتن. يعني قصدي لو احنا الاثنين ماشي، الاثنين يتم اختيارهم، كان ممكن معتز الشلمان يبقى موجود في المغرب وبملك يبقى موجود في القاهره، عشان انت قلقان منه من لعب قبل كده الوداد في المغرب، فهات القاهره بغض النظر. بس انا وتوقع الشخص يا استاذ رجائي ان ان شاء الله هاي الطقمين سواء الذهاب او العوده يعملوا مباراه كويسه، يطلعوا بالتحكيم الافريقي بصوره كويسه، كل واحد ياخد حقه، وفي الاخر نتمنى التوفيق طبعا لمصر، مصر كمصريين يعني بعيد عن اي حاجه. حضرتك كابتن يعني خبرنا في مجال التحكيم، تنصح لعيبه الاهلي ان هم ازاي يحاولوا يتعاملوا مع الحكم الاثيوبي في ماتش العوده؟ لا، هو لازم يتعامل بحكمه وبمنتهى الهدوء في وسط جمهور هيبقى متحمس جدا في المغرب. انا الجمهور ده انا عارفه ولعبت قصاده وعارف الجمهور بيعمل ازاي. جمهور بيحمل ضغوط للفريق الضيف وبيحمل ضغوط للحكم اللي موجود وبيحمل ضغوط، وجمهور وفرقه لا تقبل ما بتقبلش خساره بأهم الاحوال، عايزه طول الوقت انا في ملعبي لازم اكسب باي شكل من الاشكال. فبالتالي ما تحطش انت كلاعيبه اهلي الحكم في ضغوط، زود الضغوط اللي عليه، لان هو اساسا في ضغوط جمهور وبلد وتنظيم وماتش بعده تسليم الكاس، فضغوط كبيره. كمان الضغوط هتزيد بنتيجه ماتش الذهاب، نتيجه ماتش الذهاب لو مش بعيده او الاهلي فارق بمسافه كبيره هيبقى الضغوط تزيد، وبالتالي مش مطلوب من لاعبي الاهلي زود الضغوط على الحكم هناك في ماتش العوده، لان ده هيخلي الحكم طول الوقت تحت ضغط اكتر من الضغط اللي هو فيه، وممكن تزيد بعد نتيجه سلبيه على لعيبه النادي الاهلي من قبل الحكم. لكن اتمنى ان هو طول الوقت يحسوا ان هو فير، او هو يحسسهم ان هو فير، وهم في نفس الوقت يتعاملوا معاه بصوره مريحه، ما يزودوش اللود اللي عليه، لان طبعا مجرد التحكيم النهائي هو لود لوحده. وبالتالي انا بتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم، وفي الاخر يخرج مملك ويخرج معتز بالماتشين بصوره تحكيميه ما بيبقاش فيها مشكله، وكل واحد ياخد حقه، ونتمنى التوفيق لمصر ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيم، اشكرك شكرا جزيلا. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي، مهمه طبعا اكيد اكيد مش سهله امام بطل المغرب.